ابن كعب أحد كتاب الوحي، كان ليه مصحف، ومحمد كان يعني قايل إن يتاخد القرآن من أبي ابن كعب وعبد الله ابن مسعود وآخرين. المصحف بتاع أبي ابن كعب في الترتيب بتاعه مش زي المصحف اللي في إيدينا، في عدد الصور مش زي المصحف اللي في إيدينا. أخي مالك، إيه الحكاية؟ أهلا بك أخت فرحة. فعلا لدينا اختلافات حسب المصادر في مصحف أبي بن كعب، رغم أنه هو أحد يعني أوثق الكتاب القرآن لدى محمد، والذي شهد محمد وأكد على ضرورة أخذ القرآن من أبي بن كعب وابن مسعود. اللفت للنظر أني في المصادر التاريخ الإسلامية مثل إتقان في علوم القرآن السيوطي وغيره من الكتب، نجد أن في مصحف أبي بن كعب سورتان ليستا في المصحف، سورتين ليستا في المصحف. سورتين؟ نعم. في مصحف أبي بن كعب زي مش موجودين في المصحف الحالي. نعم. اه، الصورة الأولى هي صورة الخلق، وهي من قصار الصور، يعني اسوتان بصورة المفروض العصر وإلى آخره. صور قصيرة بنفس النمط، بنفس اللغة، بنفس الوزن. تقول الصورة الأولى: اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، يعني بمعنى من يكفر بك. هذه الصورة الأولى الشهيرة باسم سورة الخلق. السورة الثانية تقول سورة الحفد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نحفد بمعنى نتجه إليك ونعمل، يعني نسعى في مرضاتك، ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، أن عذابك بالكفار ملحق. سورتان إذن ليستا في القرآن الرسمي الحالي، موجودتان في مصحف الشخص شهد محمد على أنه جدير بأن يأخذ القرآن منه. أنت تعرف يا أخي مالك أني فعلا أنا قريت بنفسي أن عمر بن الخطاب كان يقرأ هاتين السورتين في صلاته عند القنوت. نعم، وهذا ما بستغرب. يعني أنا علي وعمر. طيب، الأمر ده يوصلنا لإيه؟ يوصلنا على أني نحن لا نعلم بمعنى هاتان الصورتان، يعني كانتا في القرآن وحذفتا من القرآن الرسمي المتداول اليوم بين يدي المسلمين. ألا يطرح السؤال بالنسبة للمسلمين إذا كانت يوجد لدينا صور أو آيات حذفت من القرآن وهي موجودة في مصاحف الشخصيات مرموقة بحجم أبي بن كعب. وبالمناسبة هاتان صورتان أيضا موجودتان في مصحف ابن عباس. ابن عباس. نعم. كمان. فإذا لدينا صور موجودة في مصاحف كبار الصحابة، فألا يوجد مؤشر على أن كتابة وتدوين القرآن خضعت لعملية يعني رقابة معينة صارمة؟ يعني ممكن الله المشاهد يسأل: طيب وما هو السبب حذف هذه الصور؟ ده أنا كنت هسأله لك. نعم، لكن في الحقيقة أنا ما عندي إجابة. لأنه أعتقد أحيانا عشوائية أو عدم منهجية الكتاب الأوائل القرآن هو اللي أوجدت في القرآن مشاكل في الترتيب، في مشاكل في اللغة. فنقص المواهب ونقص المعرفة عند المسلمين الأوائل شكلت يعني مش المصحف، يعني مش يعني نقص الخبرة، هي نقص خبرة، مش متعمدين أنهم يعملوا كده. لا لا، أنا أتوقع أني مسألة عدم كتابة يعني سورة الحفظ يعود إلى نقص في الخبرة في كتابة القرآن. فنقص الخبرة سببت في كتابة القرآن مليء بالنواقص والإشكاليات. يعني هذه الآيات ليست في معرض الإساءة لأحد ولا لكسب لأحد. بس كده يعني لما يقولوا في آية في القرآن بتقول نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنتوا يا محرفين وإنتوا ده يقول لنا إيه؟ يقول لنا أن فعلا القرآن حاليا لا يحتوي على كامل القرآن الذي تلاه محمد على المسلمين. بالضبط. نعم. كده. طب أخونا مالك، يبقى كده باللغة بتاعتنا نسميه قرآن محرف؟ لا، القرآن محرف هي بلغة المسلمين عندما يقولون هذا الكتاب باللغة محرف. بتاعتنا كمسلمين. نعم. سابقا يعني. أما ولكن نحن رح نقول إن يعني هذه النسخة المتوفرة، يعني أو هذه النسخة المعدلة أو هذه النسخة المنقحة إلى آخره. ولكن لدينا قرآن منقح، ولكن يبدو كان مستوى التنقيح أضعف من المستوى يعني المناسب للكتاب بين قوسين مقدس. شكرا أخي مالك. سورتين في مصحف أبي بن كعب مش موجودين في المصحف الحالي، كان عمر وعلي بيصلوا بيهم،
مش موجودين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا رب احفظنا. أمين. شكرا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.